في أول ردة فعل رسمية ندد الاتحاد الأوروبي بشدة بالإجراءات الأحادية التي اتخذها النظام التركي والمواقف غير المقبولة التي صدرت من رئيسه رجب أردوغان في 20 تموز يوليو الجاري فيما يتعلق بإعادة فتح مدينة فاروشة المسيجة. ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوضح أن القادة الأوروبيين يؤكدون عزمهم على استخدام كل الأدوات والخيارات المتوفرة لديهم في حال إقدام النظام التركي على خطوات أحادية تتنافى مع القانون الدولي. بوريل أكد أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ خطوات ضد النظام التركي خلال اجتماعهم المقبل إذا لم يتراجع الأخير عن أفعاله المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي. المسؤول الأوروبي دعا النظام التركي إلى إلغاء فوري لكافة التدابير التي اتخذها بخصوص فاروشة منذ تشرين الأول أكتوبر 2020، مؤكدا تمسك الاتحاد بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية تستند إلى دولة فيدرالية انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. في السياق أكد بوريل ترحيب الاتحاد الأوروبي بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن الدولي نيابة عن المجلس في 23 تموز يوليو الجاري والذي رفض به الخطوات التركية بخصوص قبرص. ومنذ عام 1974 حينما اجتاح الجيش التركي جزيرة قبرص واحتل الشطر الشمالي منها، خلت مدينة فاروشة الساحلية من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تحت سيطرة الجيش التركي، حيث أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تطالب بأن تبقى المدينة مغلقة إلى أن تحل القضية القبرصية.